السلام عليكم. بعد ما عبينا نصف إناء التبخير بحليب طازج وبارد بنبدأ عملية التبخير. أول شيء تخلص من أي حليب أو ماء عالق في عمود التبخير. بعدها وجه عمود التبخير باتجاه يخلق دوامة، يعني خله على طرف وغمسه قريب من السطح وابدأ التبخير. هذا الصوت صوت عملية إدخال الهواء اللي هو يسمونه عملية التمدد. بعدها هذه العملية الدوران يسمونها، هي فقط اكتساب الحرارة ودوران الحليب. بعد ما تحس الحليب ساخن على يديك وقف التبخير، امسح العمود وتخلص من اي حليب عالق في العمود. الحليب المبخر بطريقة صحيحة يكون له لمعة مثل لمعة الصبغ، كأنه صبغ ابيض.